فن تشيكي. مرحبا، اليوم سنعلمك كيف ترسم وتلون بنفسك فستان أميرة اللامع. نعم، أولا نبدأ في عمل المخطط باستخدام قلم تحديد أسود. سنستخدم الأشرطة هنا. يمكنك أن ترسم الأكمام إن أردت، وسوف نرسم طبقات لأننا نريد هذا أن يكون حقا فستانا كبير للأميرة. لنرسم طبقة أخرى، خطوط متموجة باهر. لنرسم بعض الجواهر على الحزام، خلاب. ماذا عن القوس في المنتصف؟ نعم، نحن نحب القوس الجميل. الآن سنضيف بعض الزهور. نعم، ما هي الزهور المفضلة لديك؟ الزهرة المفضلة لدي هي الروز، أنا فقط أحبهم. يمكننا رسم أنواع مختلفة من الزهور هنا إن أردت. الآن من تعتقد أنها ستحب هذا الفستان المزهر؟ رابونزل؟ أو لا، لأنها في برجها. ماذا عن سندريلا؟ نعم، سندريلا هي أميرتي المفضلة. ماذا عنك؟ من هي أميرتك المفضلة؟ لنلونها بألوان لامعة؟ نعم، سنلون الأشرطة بالوردي. ماذا عن الأصفر للنصف الأعلى من الجسم؟ لن نلون الزهور الآن لأننا نستطيع تلوينها بلون آخر. الآن الوردي مجدداً. نحن نحب الوردي، والأميرات يجب أن يكون هناك بعض الوردي على ملابسهم، ألا تظن؟ لامع. نعم، ممتاز. أنا أحب عندما لا تكون سندريلا أميرة، ولكن بعد ذلك العرابة الخيالية تجعلها أميرة، ولديها عربة من اليقطين. جميل، لكن كن حذراً ألا تدق الساعة منتصف الليل، لأننا لا نريد لكل هذه الألوان الجميلة أن تتلاشى. إذن الأخضر يعطي تبايناً جميلاً، وبعض الأرجواني. أتعلم؟ الأرجواني هو لوني المفضل، ولا يمكن أن تتحسن بدون الأرجواني اللامع. باهر، ما هو لونك المفضل؟ أنا أيضاً، أنا أحبهم جميعاً. المزيد من الأصفر لتتناسب مع الجزء العلوي. نعم، الطبقة السفلية من الفستان تتناسب مع العلوية. نحن نستخدم فرشاة صغيرة، لذلك لا نلون الزهور عن طريق الخطأ. أنا أحب عندما يحصل الأمير على هذا الحذاء الزجاجي ثم ترتديه سندريلا، ويكون مناسباً لها تماماً، ثم يدرك أنها حب حياته. أفضل قصة خرافية على الإطلاق. صحيح، سنلون الأزهار الآن. الأحمر؟ نعم، الورود الحمراء، ونترك وردة بدون تلوين. بهذه الطريقة يمكننا إضافة المزيد من الألوان على فستان الأميرة اللامع. نعم، أنا أحبه. نعم، لنلون هذه الوردة بشكل مختلف. الأزرق؟ أحب كيف يبدو ذلك أمام الأحمر والوردي والأصفر. قوس أزرق جميل. لا ينبغي أن يكون كل شيء وردي لتكوني أميرة. يمكن أن تكوني ملونة بألوان قوس قزح أيضاً. ما الشيء الذي تود رسمه؟ ربما إذا حصلنا على بعض المواد يمكننا أن نخيط فستان أميرة كهذا. ألن يكون ذلك مذهلاً؟ هل تحب صنع الأشياء بنفسك؟ أنا أيضاً، وأحب الرسم والتلوين. فما رأيك؟ أنا أعتقد أن سندريلا ستحب هذا الفستان اللامع. مرحبا يا أطفال، لنبدأ في رسم أحمر شفاه. ارسم مستطيلا بميل من جانب واحد. مستطيل أكبر الآن، وآخر أكبر من السابق. انتهينا. أعتقد أننا بحاجة إلى طلاء الأظافر أيضا. مستطيل صغير، وآخر أكبر مع نهاية مدببة. والفرشاة سهل جدا. والآن ارسم خطا. هذه هي الماسكارا.
دعونا نعطي مظهراً أنيقاً بسرعة. عظيم! دعونا نضيف ألواناً ممتعة. أحمر الشفاه بالوردي الجميل، أصفر وبرتقالي للأنبوب، الأخضر الفاتح والداكن أيضاً. رائع! الأخضر لإطلاء الأظافر لدينا. دعونا نستخدم اللون الأرجواني للزجاجة. ويمكن للوسط أن يكون وردي. تبدو جميلة! الأصفر والأحمر للعصا. وانتهينا! ها هي مجموعة المكياج. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتوا بالرسم. مرحباً أصدقائي، اليوم سنعلمكم كيفية رسم فستان ملون. سنرسمه على شماعة، تماماً كما لو كنت رأيته لأول مرة في برنامجك المفضل. ابدأ بالأشرطة وخط العنق، أكمل الشماعة، ثم سنرسم خط الخصر، بعض الكشكشة، سنرسم بعض الطبقات للجزء السفلي من فستاننا. طبقات أكبر للصف التالي، وواحدة أخرى. ارسم دائرة إضافية لكل طبقة، حيث نبدأ بأربعة ثم خمسة ثم ستة. كم دائرة تعتقد أننا سنرسمها في الصف الأخير؟ هذا صحيح، سبعة. نضيف واحدة أخرى في كل مرة. وقت تظليل الحدود. أسود داكن لطيف لتكثيفها. حان وقت التلوين، لنلون هذا بالوردي الرائع. ما هو لونك المفضل؟ أنا أحب الوردي. لون الجزء العلوي فقط بالوردي. وسنلون خط العنق بالأحمر. جميل! والحزام بالأزرق. لطيف جداً مع الوردي. الآن للطبقة الأولى سنستخدم الأخضر المشرق. يشبه النعناع الأخضر.
إذا لم يكن لديك اللون المطلوب، يمكنك دائماً مزجه بالأبيض لجعلها أخف قليلاً، أو الأسود إذا أردتها أكثر قتامة. ماذا علينا أن نفعل بعد ذلك؟ أصفر، هذا صحيح، لنبقى ضمن العائلة، أخضر وأصفر. يمكننا أن نسمي هذا طبقات الأحماض مثل الليمون الأخضر والأصفر. المزيد من الأصفر، أنا أسميهم بتلات لأنهم يبدون مثل البتلات. البرتقالي، رائع، إنه يبدو كقوس قزح جميل. واحد واثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، وستة. رائع، لنختر لون الطبقة الأخيرة، أحمر، هذا صحيح. دعونا نستمر في الاتجاه إلى الداكن في كل مرة، أخضر إلى أصفر إلى البرتقالي وإلى الأحمر. خلاب، يمكنك استخدام أي ألوان تريدها، يمكنك حتى استخدام ألوان متعددة، فلماذا نتمسك بلون واحد؟ بمجرد أن تجف الألوان، يمكنك إضافة بعض الأشكال إذا أردت، ربما بعض القلوب أو النجوم أو الزهور. الذي تحبه أكثر؟ أو شكل على الانتهاء؟ وانتهينا! عمل عظيم! مرحباً يا أصدقائي! اليوم سنرسم حقيبة يد، ومن السهل القيام بذلك. ها نحن. حسناً، انتهينا من الحقيبة، والآن اليد. الآن ارسم نصف دائرة لليد، تماماً مثل هذا، والمشبك يكاد ينتهي، حان وقت مرح التحديد. جاهزون للتلوين؟ أولاً لنستخدم بعض الوردي. لون لون، لونها كلها بالوردي. رائع، تبدو جيدة. ثم سنقوم بتلوين هذا الجزء بالوردي الداكن. تأكد من ترك المشبك. مشرقة وجميلة. والآن في الجزء السفلي من الحقيبة، لون لون كلها. وبرتقالي للجوانب،
وبعض الأحمر، هنا أيضاً، واو، بعض الأزرق، وبعض الأصفر، لنلون اليد بالأخضر. أوشكنا على الانتهاء. ياي، حقيبة يد تبدو رائعة. اشترك في القناة لمشاهدة المزيد. فن تشيكي.